السلام عليكم، مرحبا بكم. رغيفات اللي غادي نقدموا اليوم رغيفات مميزين من الشهيوات الكبار اللي يمكن لينا نديرو حتى ملي يكونوا عند الضياف، يعني من غير شهر رمضان كيمكن لينا نوجدوهم منين يكون عندنا شي عراضه. غادي نحضروا رغايف معمرين بالدجاج وبالزبيب، كيجيو طيبين على الطيبه ديال البسطيله، ممتازين، تابعوا معايا. بالنسبه للعجينه غنبداو بها، هي الاولى كاين فيها الدقيق ديال الفينو والدقيق ديال الفرص او الدقيق الابيض. كنديروا نفس الكميه بحال اللي باغيين نعجنوا الرغايف ديال المقله العاديين، ما تيكون فيهم لا خميره لا حتى شي حاجه، كنديروا غير الدقيق الملحه وكنعجنوا العجينه بالمدافي. كنخلطها مزيان، ما تكونش هي جاريه، تكون جا مع راسها وتدلك، نرشوها بشي شويه. هذه ما كتبغيش تكون العجينه جاريه، العجينه كتكون جا مع راسها. من بعد كناخذها كنخليها كترتاح لواحد ساعتين، كنغطيها بلو فيلم اليمونتير، ندهنها بالزيت ونغطيها بلو فيلم اليمونتير على الاقل ساعتين. بعد ما كترتاح كنديرها كواري، كنعاود ندهنهم ونغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا واحد الساعه ديال الوقت، باش فاش نكونوا كنطلقوا ونورقوا في العجينه كتمشي معنا بسهوله وما كتقطع شيء وكتجي مورقه وداك التورق ديالها كيجي زوين. بالنسبه للعماره كناخذوا البصله وكنقطعوها في القطاعه. انا كنستعمل الحويدقه لانها كتخرجها مشلضه مزيان وما كتخليهاش يطلق الماء. كنديروا الزيت في المقله ولا في الطنجره فوق من العافيه، ننزلوا البصله، نقطعوا المعدنوس حتى هويا في الكراده، نزيدوه على البصله، ندردرو مليحه، نحركو مزيان ونخليو البصله تطلق الماء ديالها الطبيعي. تشوفوها هنا، بعد ما طلقات الماء ديالها الطبيعي زدت عليها معلقه كبيره ديال السمن الملح، خليوها على عافيه مهيله بحال هكذا تطيب. بالنسبه للصدوره ديال الدجاج كنطحنوهم باش كيوليو كفته، غادي نديرو لهم العطريه، نخلقهم، سكينجبير، البزار والقرفه، نديرو الزبيب، هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش البصله كتطلق الماء ديالها. مهم جدا العافيه تكون مهيله ونكونوا مغطيينها وداك شويه الملحه باش يلاه تجي طيبه وتجي لذيذه. هنا عندنا الكفته ديال الدجاج، العطريه اللي درنا كيف ما شفتيو معايا. بالنسبه للزبيب كنديروا الزبيب مغسول منقي وكنكونوا دوزناه في الاشواغ، يعني داك المكونات كامله تكون بحال هكذا مقطعه على حسب ما تفسدش لينا العجينه، لانه العجينه غادي نورقوها. غادي نخلي هاد المكونات كطيب على عافيه مهيله حتى كطيب البصله ويطيب الدجاج. في الاخر ملي كنبغيو نحيدوها من فوق من العافيه كيمكن لينا ندير لها واحد المعلقه ديال السكر اولا ديال العسل الا بغينا نعسلوها وبغينا تجينا داك الطيبه الحلاوه في العماره. بغيتو تخليوها بحال هكذا مالحه كيمكن لكم، ولكن الا ضفتوا معلقه ديال السكر كتجي لذيذه. شفتوا معايا العجينه كتطلق بسهوله. انا خديت القصريه درت لها شويه ديال الزيت ونزلت فيها الكره ديال العجينه، بما انها خدات الراحه ديالها ديال ساعتين كتولي مطاطيه وكتمشي كتمشي ما كتعاودش ترجع وما كتمزق شيء. كنرشوا الوجه ديال ورقات العجينه بالدقيق تاع الفينو وتنرشوها بشويه ديال الزبده مذوبه، تنزلوا العماره ديال الدجاج والبصله والزبيب على شكل مربع، كنقطعوا الجناب ديال العجينه وكنبداو كنطويو فيها كيف ما كتشوفوا معايا. كننزلوا الرغيفه معمره في اللاطه اللي غادي تدخل فيها الفران وكندهنوها بشويه ديال الزبده وكنعاودوا نفس العمليه مع العجينه اللي عندنا والعماره حتى كنكملوا الكميه اللي حنا غادي نوجدوا. بعد ما كنكملوا التعمار ديال الرغيفات كناخذوهم تندخلوهم الفران مسخن على درجه حراره 200، تنخليوهم كيطيبوا مره مره. كنديروا واحد البانسون نجمعوا داك الزبيده اللي خرجت منهم وليديمه اللي خارجه منهم وكندهنوا لهم الوجه ديالهم باش يلا كيجيو محمرين وزوينين. كيمكن لكم تماما طيبوهم في الفران كيف ما كيمكن لكم طيبوهم في المقله، يكفي انه تاخذوهم طرقوهم شي شويه تخليهم يرتاحوا وطرقوهم وديروا المقله الثقيله وطيبوهم على عافيه مهيله، كذلك تيجيو ممتازين. بالنسبه لهاد الرغيفات لاننا حنا عاملينهم بالزبيب وبالدجاج مع البصله على الطيبه ديال الحلاوه، فكيمكن لينا نديروا لهم شي شويه ديال السكر الثقيل كيف ما كيمكن لينا نقدموهم بحال هكذا. ما بقى لنا الا نودعكم، نتمنوا انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، كتجي كيف ما قلت لكم في بدايه الحلقه من ألذ ما يكون. نتلاقاو في حلقه اخرى وصفات جديده، الى اللقاء.